كيفما قلت في تدخلات سابقه وكيفما قال السيد وزير الصحه من هذا المنبر هذا وقال في البرلمان وايضا في مجموعه من التصريحات الصحفيه اللي دار في هذا الموضوع هذا، الحاله الوبائيه الان يبدو بانه حالات الاصابات ارتفعت. كنا كنديروا واحد حدود اقل من 100، البارح كانت 1500، بمعنى انه بالرغم من الاجراءات الاحترازيه المهمه جدا، بالرغم من المجهود الكبير اللي تعمل على مستوى التلقيح، بالرغم من تطبيق ديال مجموعه من القرارات، الحالات يعني ارتفعت، لكن اعتقد ويعني علميا ثابت بانه لو لم نقم بهذه الاجراءات اللي قمنا بها لا قدر الله لكان الوضع مختلفا. كل بلد يتفاعل مع هذا الحاله الوبائيه يعني برؤيته الخاصه. كاين دول اللي لقات راسها تجاوزت 100,000 مصاب في اليوم، ولقات راسها يعني هذاك الرهان ديال انه تحافظ على المكتسبات خسرته، فبغات تحافظ على الاقل على الرهان المرتبط بما هو اقتصادي. احنا الحمد لله مازال في وضعيه اللي الحمد لله نقدروا نقولوا بانها ماشي وضعيه خايبه بزاف. لذلك الحكومه خذات القرارات بناء على اراء ديال اللجنه العلميه على اننا نحافظوا على المكتسب اللي هو الاقتصادي اللي عندنا داخليا، ونخليو هاد الناس هادو تكون عندهم واحد الحياه اقتصاديه ويساهموا في الرواج الاقتصادي، وما نمشيوش القرارات اللي اليوم كتطبقها بعض الدول في الجوار الاوروبي، منها الحجر الشامل ومنها الاغلاق الكامل. ف كنظن بانه اللي تعمل الى حد الان مفيد، جنب بلادنا الانتكاسة اللي لا قدر الله كانت يمكن تمشي الـ يعني الـ الامور، ماشي فقط يكون تأثير فقط على الجانب الاقتصادي ولكن ايضا على الارواح، وهذا هو المحرك الاساس ديال اي اجراء تقوم به الحكومة، هو في المرتبة الاولى الحماية على الارواح ديال المواطنين، ثم بعد ذلك في مستوى ثاني كيجي الحفاظ على 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 الاقتصاد. لكن مادام الوضعيه الان في الجوار دول اللي قريبه منا واللي الا فتحتي طبيعي جدا انه الناس غيمشيو وغيجيو، مادام الاوضاع واصله عندهم لهذ الارقام اللي تسجلوا يوميا، فالحكومه على الاقل سوف تتابع الموضوع، ولكن اي انفراج سوف يكون كيف ما قلت في الندوة الصحفية السابقة من جهة الحكومة أيضا قرارات نحو التخفيف ونحو الانفراج.